نعم، كثر الطلاق بسبب النساء، ساءت أخلاقهن وساءت عشرتهن وتكبرن على الأزواج بسبب الدراسة وبسبب الوظيفة وبسبب، فهي صارت كأنها رجل آخر. لذلك الزوج ما يصبر عليه، الزوج يبي امرأة، يبي امرأة في طاعته وفي بيته وفي تدبيره وخدمته. فالمرأة الآن استرجلت، هذا سبب الطلاق، هذا هو سبب كثرة الطلاق. نعم، وينادون بحرية المرأة، هو يبونها النتيجة السيئة، ويفسدون المجتمع. نعم، حرية المرأة عن الشرع وأحكام الله، حريتها فيما شرع الله، هذه هي الحرية، لا في إطلاقها وخروجها على أوامر الشرع، هذه رق، ما هي حرية.